بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال القناة، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يتركم وتحظى بالاعجاب ديالكم. هذا الفيديو هذه غتكون باللغة العربية، الهدف منها هو الجواب على سؤال من الأسئلة اللي كيطرحهم هذا التحول الرقمي والثورة الرقمية اللي كنعيشوها في هذه السنوات الأخيرة. وهذا السؤال هو سؤال ربما أساسي ومهم، وربما جميع الشباب والناس اللي في واحد السن معينة بخصوص هذا ما يسمى بالجيل الرقمي كيطرحوا على نفسهم، وهو كيفاش غتحول يعني المهن، وكيفاش غتحول مجالات العمل بمخلفات الرقمية، يعني شنو الأثر ديال الرقمية على مجالات العمل، المجالات المهنية وعلى المهن الحالية. طبعا هنا في هذه النقطة هذه بالذات غنلقاو فريقين، المهولين والمهونين، الناس اللي كيهولوا من الأمر وكيعتبروا بأن الذكاء الصناعي والتحول الرقمي سيفقد كثير من المهن الأهمية ديالها، بل ستحذف كثير من المهن، وكثير من الناس غيلقاو نفسهم يواجهون البطالة، وطيب حال تعويض ديال الإنسان بالآلة غيحدث واحد الشرخ كبير في المجال ديال الشغل، وهذا طبعا من باب التهويل. الناس المهونين اللي كيهونوا من الأمر كيقول لك بأن هذا فقط كلام ديال الناس اللي كيبغوا يبيعوا الوهم، وبالتالي يعني ماشي بالضرورة غيوقع هذاك التحول بالشكل اللي كنعرفوه، والناس اللي راه في المهن ديالهم بالكفاءات الحالية راه غيستمروا في المهن ديالهم بدون أي إشكال، وحتى الناس اللي راهم في طور التكوين والتدريب راه ما كاين حتى شي خطر عليهم. في الحقيقة بين التهويل والتهوين هناك خط وسط، وفي الرأي ديالي أن الثورة الرقمية ستحدث شرخا وخللا في المجال ديال الشغل لأسباب عديدة، ولكن هذا الشرخ اللي كنتكلموا عليه هو يعني شيء طبيعي في التحولات الكبيرة اللي عرفتها الإنسانية. نفس الأمر وقع في التحول الكبير اللي أدت ليه الثورة الصناعية، ونفس الأشكال ديال التحول حدات أكثر من مرة بدرجات وتأثيرات مختلفة. إذا السؤال اللي كيبقى مطروح هو كيفاش ممكن أنني نواجه هاد التحولات، وكيفاش ممكن نستعد بشكل مناسب من حيث المهارات والكفاءات والمعارف والمعلومات اللي خصني نكتسبها باش نواجه سوق الشغل الجديد. بالحال النقطة الأولى اللي خصنا ننتبهوا ليها هو أن كاين مجموعة المهن ستختفي، وهذا طبعا توقعات، ربما كاين توقعات اللي هي خاصة بشركات استشارية، ولكن بين التوقعات الكبيرة هي توقع ديال المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum اللي كيتوقع أن أكثر من 30% ديال المهن المعروفة والموجودة حاليا ستختفي في سنة 2030. كذلك هناك واحد مجموعة ديال المهن ستظهر اللي ما كانتش معروفة حاليا. طبعا في الخمس أو ست سنوات السابقة يعني شفنا بأن واحد مجموعة ديال المهن ما كانتش ظهرت، منها يعني عالم البيانات داتا ساينتيست، منها المعدين ديال البيتكوين أو البيتكوين ماينر، منها كذلك الناس اللي كيشتغلوا في مجال الويب سواء المؤثرين لي زانفلونسور او اليوتيوبر والبلوغر والفلوغر. هذو كلهم مهن اللي ما كانتش معروفه سابقا، ومهن مدره للدخل بطبيعه الشكل ديالها وطريقه الاشتغال فيها مختلف تماما عن المهن السابقه. بالاضافه لهذه المهن كاين واحد مجموعه المهن اللي غتظهر، بالاضافه للمهن اللي غتختفي، والسبب ديال اختفاء المهن هو التكنولوجيا. فالذكاء الصناعي الآن يحدث ثورة كبيرة في مجال الصناعي، ولكن في مجالات أخرى وكنشوفوا بأن كاين واحد المجموعة ديال المراكز ديال الشغل اللي ممكن الذكاء الصناعي يعوضها بشكل مباشر، بخصوص اللي ما فيهاش واحد القيمة مضافة كبيرة أو ما كتحتاجش لواحد يعني التدخل بشكل كبير ديال الذكاءات المتعددة ديال الإنسان. وهنا كنتكلموا على مهن، منها المهن المتعلقة بالسونتر دابيل، مراكز الاتصال، هذه تقريبا كلها ستعرف واحد التغير كبير في السنوات المقبله، على اعتبار ان الان الذكاء الصناعي من حيث
للتعرف على اللغة، لا ريكونيسونس فوكال أو في مجال لا سينتيز فوكال أصبح متطورا. كذلك في مجال ديال الترجمة، يعني مهن مرتبطة بالترجمة ربما قد تختفي أو تختفي بعضها. المهن الخاصة باللوجيستيك اللي ممكن تقوم بها الروبوتات كذلك ممكن تختفي. بعض المهن اللي مرتبطة كذلك بالنقل على اعتبار أن كاين السيارات ذاتية القيادة كذلك ستختفي أو سيختفي بعضها على الأقل. كذلك بعض المهن المرتبطة بالمحاسبة قد تتغير في شكلها وفي طريقة الاشتغال فيها وقد تختفي بعضها. فكثير من المهن معنية بهذا الأمر هذا. السؤال اللي كيبقى نطرح هو كيفاش ممكن الآن في 2020 نستعد لهذا التغير. النقطة الأساسية اللي خصنا نفهموها ما مرتبطش فقط بمهارات أو كفاءات أو معارف، ولكن مرتبطة بطريقة اشتغال بعقلية يعني مايند سيت وبسلوك او اتيتود. علاش؟ لانه اولا خصنا نفهموا ان المعارف موجوده متاحه وفي اي لحظه نحتاجوها ممكن نمشيو ندخلوا للانترنت ونكتسبوا هذه المعارف سواء في ليموك يعني في مواقع الخاصه بالدروس او في اليوتيوب في لي توتوريال وما الى ذلك. فإذا النقطة الأساسية ما تكونش هي اللي تكون كتميز الإنسان ماشي هي المعارف ماشي المعلومات بقدر ما هي القدرة على اكتساب المعرفة في الوقت المناسب، بل كذلك القدرة على نسيان المعارف السابقة وتغييرها وإعادة التعلم. يعني القدرة يعني لا كاباسيتي دابروندغ دو ديزابروندغ اي دو ريابروندغ باللغة الفرنسية. فهذه القدرات هذه مهمة جدا. علاش؟ لأن المعارف والريتم ديال التغير ديالها غيكون سريع جدا، والقدرة على التكيف مع المعارف الجديدة، القدرة على اكتساب المعرفة الجديدة، القدرة على التفكير خارج الصندوق والابتكار غتكون أساسية. وبطبيعة الحال المنتدى الاقتصادي العالمي كيوضع هذه القدرة على الابتكار كثاني مهارة من المهارات الأساسية ابتداء من 2020. النقطة الثانية هو خصنا نفهموا أن الشكل ديال العمل غيتغير كذلك. يعني ماشي مسألة فقط تغير المهن، ولكن شكل الاشتغال سيختلف. فكننتقلوا من مهن كانت مركزة على الوظيفة العمومية وعلى القطاع الخاص في منطق الأجرة يعني لو سالاريا، إلى مهن لربما فيها نوع من الحرية فريلانسين، مهن ربما كذلك مقسمة في الوقت يعني ما يسمى بالميكرو جوب أو يعني الأشغال الدقيقة والقصيرة المدى اللي يتم الإنجاز ديالها والمرور إلى أشغال أخرى. كذلك هذيك السيرورة العادية اللي كانت معروفة سابقا وهي أن الإنسان غيقرأ واحد العدد ديال السنوات، بعدها غيشتغل كذلك واحد العدد السنوات، ومن بعد غياخد تقاعد. يعني هاد السيرورة هذه كلها غادي تتغير مع هاد الثورة الرقمية، بحيث أن يعني ممكن الإنسان يبدأ بالتقاعد هو الأول. على كل يعني هذه فقط كانت الفكاهة، ولكن الإنسان ضروري يبقى كيتعلم. فبالتالي المسألة ديال التعلم ما تبقاش مرتبطة بواحد المرحلة عمرية بقدر ما هي مسألة يعني خاصها تكون متواصلة مستمرة مدى الحياة من المهدي إلى اللحد. كذلك يعني التعلم غيكون بالشغل، فبالتالي الشغل غيكون جزء من الأشياء اللي الإنسان غيبداها في سن مبكر بواحد الشكل جديد، بحيث أنه غيشتغل ومن بعد يتعلم ومن بعد غيقلب على الأشياء اللي يحتاجها في المجال ديال الشغل ديالو ومشي يقلب عليها ويتعلمها وهكذا بشكل من التطوير المستمر. وهذه يعني واحد الصيغة أخرى من سياق الشغل. كذلك يعني الشغل ما يكونش مستمر، يعني ممكن نشتغل مدة ديال أسبوع ونرتاح مدة ديال أسبوعين، وهذا اللي قصدت به ان التقاعد كتاخذه مبكرا. طبعا الاسباب ديال هذا الشيء هي اسباب متعدده، ولكن بشكل عام كاين تغيرات عميقه في المجال ديال الشغل وفي مجال ديال التكوين والتدريب وفي مجال التعلم. وربما نرجعوا في فيديوهات لاحقه ان شاء الله لتفاصيل هذه التغيرات، ولكن بالاساس اللي خصنا نفهمه هو ان خصنا نستعد ما امكن لهذا الواقع الجديد، وخصنا نكتسبوا المهارات والعقليات والسلوكات اللي غتسمح لنا ان نكونوا جزء من هذا الواقع
فاعلين فيه، منتجين وليس فقط مستهلكين، وليس فقط متفاعلين مع الوضع ولكن مؤثرين فيه. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.